احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الجمعة الثانية من الشهر الجاري بالحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المقدس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس المطران بيير باتيستا بيتسبالا، بحضور عدد من الأساقفة ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجموع المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. المغطس، موقع معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، يبعد عن العاصمة عمان حوالي 60 كيلومترا، يحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي شيدت على أرضه، تعاقب على زيارته منذ عام 1964 باباوات الفاتيكان من قداسة البابا بولس السادس إلى زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، بعدها زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عام 2009، ثم زيارة قداسة البابا فرانسيس عام 2014. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. يزوره سنوياً الآلاف من الزوار من كافة أنحاء العالم ليتباركوا من مياهه المقدسة من خلال تجديد مواعيد المعمودية ومنح سر المعمودية لأطفالهم وتنمية الفكر الإيماني من خلال الرياضات الروحية. تعال إلي بعصف من الأناشيد. الأردن أولى اهتماماً خاصاً بموقع المغطس، وقام بتطويره سياحياً من خلال هيئة موقع المغطس والتي يترأسها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية والثقافية. ولم يتوانى الأردن في منح جزء من أراضي المغطس للكنائس الرسولية لبناء كنيسة خاصة برعاياهم، كان آخرها منح 5 دنومات لأغراض التوسعة في الكنيسة القبطية في المغطس كمكرمة ملكية جاءت خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الأردن عام 2016. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. في عام 2015 وافقت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو على إدراج موقع المغطس على لائحة التراث العالمي كأحد أهم المواقع الدينية المقدسة في الأردن. إذا تصلب قلبي تعال إلي بعصر. الأردن أرض المعمودية وبلد القداسة، من أرضه المباركة خرجت للعالم أجمع رسالة الخلاص، وسار على أرضه قديسون كثر، بين كهوفه اعتكف العديد من النساك والرهبان، من أقصى شماله إلى جنوبه يحوي كنائس تاريخية ومواقع أثرية أعلن عن بعضها بالإضافة إلى المغطس كمواقع للحج المسيحي، وهي جبل مكاور وجبل نيبو في محافظة مادبة، ومزار سيدة الجبل ومزار النبي إيليا في محافظة عجلون. يا من تعمدت في ماء الأردن، عمدنا بالروح القدس والنار. بوركت يا أردن، أرض المعمودية والقداسة.